أو كبروا لها هبط. ها يهبط البوطو وكابل هاو لكورا هبط السكنة تاعي. سمع أن هذا المشكل تاع البوطو تاع تريسينتي راه في خطر على وليداتي، وأنا غايب، أنا دي فوا ما نجيش لداري هنا بس 3 أيام 4 أيام، ولارين تاع تريسينتي راهي فوق الدار، وين دي فوا ولادي ما يحبوش يباتوا في الدار، يخافوا لي كابل يطيحوا ليهم، يروحوا عند الجوارين يباتوا. يتبات الدار وحدها هنايا باسكو كي ما كونش معاهم يخافوا من الخيطان، وراهم في الليل كشو ما يرقدوش يباتوا هادين، يروحوا عند الجوارين يباتوا. انا كشو ديفون عيط بالتليفون دائما كشو خدام وانا عقلي غيرنا عندهم. من رحتوا شكيتوا وقتها شكيتوا؟ شكينا راه عندها دركا واحد السمانه وشويه، قال لك ايه ماشي مشكل، ضربوا واحد الدوج ولا طرواجور، باه بحثوا المقاول جا لهنا، حفر حفره هاري وين حضر بوطو. حفر حفرة عندها طرواج ملي راح حفرها ما زادوش دارو قاعدين لهنا، ما على بالناش دوك راهم يستناو فيه حتى كي يطيح هذا البوطو يدير كارثة، ويروحوا صبيان منا، ومن بعد كي يجي ليك يقول لك تقدرت. حنا نحوسو ما نحقوش لهذا الشيء، انا نحوسو شو الامر المستعجل هذا، ماشي قالت لي سينتي راحت لي معليش ما عندكش اليوم الوقت باش يطلق لي تيسينتي، نستناك غدوه من غد، بصح حاجه كيما هذه ما تستناش على نص ساعه، ما تستناكش حاجه كيما هذه، حاجه خطيره، هذا كي يطيح ما يستناكش ولا يقول لك اصبر ولا هرب ولا.